بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سأقدم إن شاء الله جواب على المكون الأول، استرداد المعارف لمادة علوم الحياة والأرض المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدور العادية 2016. يعني هنا باش نحاولوا ما أمكن نتعرف على كيفاش نجاوبوا ونربحوا الوقت. نبدأ على بركة الله. أول سؤال، عرف ما يلي: عرف تحول ثم المعدن المؤشر. السؤال الثاني، اذكر خاصيتين مميزتين لسلاسل التمر. يعني عندي مجموعة من الخصائص، نذكر جوج خاصيتين يتميز بهما الجرانيت الاناتيكتي. عندي بزاف نذكر منها جوج. عندي هنا بالنسبة للسؤال الثالث، عندي غادي نقول فقط هاد الازواج، وغادي نحط بالنسبة لواحد واش معاه الف ولا باء ولا جيم ولا دال. جوج نفس الشيء، ثلاثة أربعة إلى آخره. بالنسبة للسؤال الأخير، فغادي انصب لكل عنصر من عناصر المجموعه واحد التعريف الذي يناسب المجموعه جوج. غنقول هذا الجدول هو اللي غنقول في ورقه التحرير، وغادي نشوف مجموعه واحد واحد واش معاه الف ولا باء ولا جيم ولا دال. نفس الشيء بالنسبه لجوج ثلاثه واربعه. السؤال الاول، عرف التحول والمعدن المؤشر. انا غنكتب التحول هو ظاهره جيولوجيه تؤدي الى تغير كل من التركيب العيداني وبنيه الصخور في حالتها الصلبه تحت التاثير تغير ظروف ضغط درجة الحرارة. حنا غادي هذا التعريف ديال عناصر الإجابة. حنا بالنسبة للتحول كتبنا هي مجموعة من التغيرات في التركيب العيداني وفي البنية لصخور سابقة الوجود هي تحت تأثير عاملي الضغط ودرجة الحرارة، ومن طبيعة الحال هذه التغيرات تكون في الحالة الصلبة. بالنسبة للمعدن المؤشر، فهو معدن يمكن من تحديد ظروف ضغط درجة الحرارة السائدة أثناء تشكل الصخرة التي يحتوي عليه التي تحتوي عليه. يعني هذا المعدن المؤشر اللي فهمته نقدر نصوغ التعريف اللي يعجب. بالنسبة لخاصيتين مميزتين لسلاسل الطمر وخاصيتين مميزتين للجرانيت الأناتيتي، غنذكر جوج من بين هاد الخاصيات. سلاسل الطمر عندي وجود حفرة محيطية، عندي حدوث بركانية أنديزيتية، عندي توزيع مائي للبؤر الزلزالية، عندي متتالية صخرية تحولية، شيست الخضر شيست الأزرق والإيكلوجيت، وعندي شذوذات حرارية، وعندي يعني بزاف ديال الحوايج، ناخد جوج فقط. بالنسبة للجرانيت الأناتيكتي فأيضا فيه بزاف ديال الخصائص، ولكن ناخد جوج: مساحة شاسعة، يتشكل في عمق كبير، فحدوده غير واضحة مع الصخور المتحولة ومرتبط بالتحول الدينامي الحراري. بالنسبة للسؤال الثالث، يوجد هذه كيو سي ام كيستيون شوا ملتيبل، يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات التالية. أربعة ديال المعطيات، واحد جوج ثلاثة أربعة. عندي رقم واحد، تتشكل الصهارة الأنديزيتية نتيجة انصهار جزئي لصخرة الإيكلوجيت؟ لا. صخرة الطين؟ لا. صخرة البيريدوتيت؟ نعم. صخرة البازلت؟ لا. إذا هنايا هذا البازلت كيتحول شيست أخضر ثم شيست أزرق ثم الإيكلوجيت. الإيكلوجيت مهم، تكون هناك مجموعة من التفاعلات تؤدي إلى طرح الماء، هذا الماء يسهل انصهار جزئي لصخرة البيريدوتيت. إذا الجواب الصحيح هي جيم. بالنسبة للجوش، الاصطدام شنو هو؟ الاصطدام هو عبارة أو سلسلة اصطدام، هي سلسلة ناتجة عن اصطدام كتلتين قاريتين كان يفصل بينهما محيط. أنا غنقلب على كتلتين قاريتين، عفوا اصطدام، فكتلتين قاريتين كان يفصل بينهما محيط. إذا هنا الجواب الصحيح فين هما كتلتين قاريتين؟ فعندي صفيحتين محيطتين، لا، قوى تكتونية، عندي قوى انضغاطية صح ولكن غير صحيح، دونك كتلتين قاريتين هي الصح. ثلاثة، متتالية تحولية، كنعرفو متتالية الطم، متتالية الاصطدام، طين شيست ميكاشيست جنيس، فهاد شيست ميكاشيست جنيس فكلهم كتنحدر من الصخرة الأصلية اللي هي صخرة الطين. الشيست الخضر الشيست الأزرق الإيكلوجيت ناتجة عن أو تنحدر من نفس الصخرة. إذا الجواب الصحيح فهو دال. بالنسبة للميغماتيت، الميغماتيت فين كاين؟ عندي إلا شتا أنا متتالية تحول عام طين شيست ميكاشيست الجنيس، عندما ينصهر
جزئيا غيعطيني المغناطيس، عندما ينصهر كليا غيعطيني الجرانيت. إذا هنا هذا المغناطيس فهو خليط بين الجنيس والجرانيت، إذا فبنيته مورقة محببة، والجواب الصحيح هو ب. إذا الإجابة ديالي ها هي اختيار من متعدد، هناخد واحد جيم، جوج ب، ثلاثة د، أربعة ب. بالنسبة لهذا السؤال، السؤال الأخير، انصب لكل عنصر من عناصر المجموعة واحد التعريف الذي يناسبه في المجموعة جوج، وذلك بإتمام الجدول الآتي بعد نقله على ورقة التحريك. ها اللي غادي تنقل هو الجدول. إذا هنا البركانية الأندزيتية هي عبارة عن ماذا؟ البركانية الأندزيتية هي عبارة واش عن بنية؟ لا. واش عن انصهار جزئي؟ لا. فهي عبارة عن ظاهرة جيولوجية تتمثل في تدفق اللافا على السطح في مناطق التمر. غنجي الأناتيكتية، الأناتيكتية واش بنية صخرية؟ لا. واش هي انصهار جزئي؟ واش هي ظاهرة جيولوجية؟ واش هي مجموعة من المعادن؟ إذا ما هذه؟ ما هذه؟ إذا فهي انصهار جزئي. غنمشي للجنيس، الجنيس هو عبارة عن ماذا؟ الجنيس غادي نمشي نشوف سحنة التحول والجنيس. سحنة التحول هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مجال ديال ضغط درجة الحرارة باش كيتميز مجموعة من المعادن، إذا فهي هذه سهلة. تبقى لي الجنيس، الجنيس له بنية صخرية ناتجة عن تحول مرتبط بارتفاع ديال الضغط ودرجة الحرارة، إذا فعندي الإجابة فهي ها هي الإجابة. ألف داك واحد فجيم ظاهرة جيولوجية، جوج فهي ب، و ثلاثة فهي ألف، وأربعة فهي دال. إذا هنايا 0.25 0.25 0.25 0.25. شكرا على، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.